فيلم باتمان فيرسس سوبرمان داون أوف جاستس يحصد 4 جوائز رازي التي تمنحها هوليوود لأسوأ أفلام. فيلم الأبطال الخارقين تساوى في عدد جوائز رازي التي حصل عليها مع الفيلم الوثائقي هيلرز أمريكا The Secret History of the Democratic والذي ينتقد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. الفيلم الوثائقي نال على جائزة رازي لأسوأ فيلم لعام 2016. أما الممثل والمخرج الأمريكي ميل جيبسون والذي ينافس فيلم هاكسو ريدج على 6 جوائز أوسكار لهذا العام، فنال جائزة خاصة من جوائز رازي تقدم للفنانين العائدين إلى الأضواء والنجاح بعد غياب. We got company!